يسعد صباحكم مشاهدينا، اليوم الاثنين وبداية أسبوع جديد إن شاء الله ما بيحمل إلا الخير التوفيق والمفاجآت الحلوة لكل واحد منكم. نعرف أنه نهار الاثنين صعب الواحد يتفائل لأنه ما حدا منا بحب يرجع على الشغل، خاصة لما منفكر بعجقات السير اللي بتكون ناطرتنا واللي لوحدة بتكفي حتى تعكر مزاجنا ببداية الأسبوع. ولكن إذا مننطلق من بيتنا متفائلين أنه رح نتلقى مفاجأة حلوة، ممكن يكون خبر حلو أو اتصال من صديق عزيز على قلبنا أو حتى مبادرة حلوة من شخص ما بنعرفه، هيك شغلة بسيطة بتخلينا نبتسم طوال النهار وبتخلينا نتحمل عجقة السير وهمومة وأكيد الهموم اللي بترافق بداية الأسبوع. إذا اليوم عم بتابعونا من البيت أنتوا أكيد ما عندكم هالمشكلة، بنقول لنيالكم، ولكن نحن رح نفقكم كمان أنتوا عم بتقوموا بأشغال المنزل وتحضير الغداء وبتعرفوا أن الوقت معنا دايما بيمرق بسرعة. أما إذا كنتوا عم بتابعونا من المكتب أو من مكان عملكم، معلي خذوا بريك مشاهدينا وتابعونا عبر ويب سايت الام تي في او الام تي في ابلكيشن. انا اكيد انه رح تلاقوا معلومات اخبار ونصائح رح تستفيدوا منها لانه مواضيعنا دائما مخصصه لمختلف اذواقكم. حلقه جديده من الايف غنيه بتجوفها وكمان بفقراتها رح يرفقوني اليوم بتقديمها زملائي تينا وامين. يسعد صباحكم. صباح الخير. فيك انت؟ الادفانتج انه الواحد مثلنا بيشتغل بالويكند ما بنحس بهالشيء الثنين. ما بنحس، عم تحكي عني انا لانه انا اشتغلت امبارح. انا كمان ليت بيجي بالويكند بحس انه الاسبوع بعدهم او سبت او احد مثل بعضهم. هيدي حسنه على فكره، حسنه هيدي منيحه كثير انه نشتغل ويكند ما بتحسي بال، لا حسن انه ما بنحس هالشيء الثنين. اه بتعرفي نهار الاحد بالليل اذا كان عندك مدرسه او جامعه او شغل بتبلشي تحسي انه صح صح بدك ترجع تعمل بالاجواء العاده. هيك صار معي، يعني امبارح كان عندي حلقه ونهار مرق كثير بسرعه واضطريت خلص يعني رجلجي وقتي حتى تقدري تحضري حلقتك لتاني نهار، وحسيت انه الاسبوع مستمر لقلي ماشي. فماشي اليوم على الطريق ما عادي. ليش الناس معصبة؟ شو بتخبرونا عن فقراتكم اليوم؟ اليوم في عندي ايت سمارت رح تكون معي رندا، وموضوعنا مخصص للرياضيين اكيد له علاقه بالتغذيه، وبواتس كوكينج رح يكون معنا شيف جاد اليوم طبق جديد من شيف جاد. هاي لوحدها بتخلي نهار التنين يكون احلى كمان. وامين كيف بتحمسنا على بدايه الاسبوع؟ انا مثل العاده تكنولوجي بالاول، جادجتس عم بحكي كثير عن جادجتس لهم علاقه، نقدر نعملهم جيفتس، اشياء صغيره ممكن يكونوا جيفتس بهالفتره، ومثل العاده جيت فيت رح اكون لحالي بجيت فيت، بس رح احكي عن شيء مهم يلي هو البوسو بول ونشتغل شويه اكزرسايزز على البوسو. واللي بيتحجج بنهار التنين ما عندي وقت عجقه سير، بالعكس هو نهار التنين هو البدايه، حلو الانطلاق لاسبوع جديد للي اللي بيرتاح بالويك اند هو البدايه لإله، بالعكس لازم نبلش بطريقه كثير قويه. حلو كثير، مجموعه من احلى الفقرات بانتظاركم اليوم، رح ناخذ وقفه قصيره وانا وتينا بنبدا حلقتنا مع اب تو ديت، خليكم معنا. منحييكم مشاهدينا كمان مره وان شاء الله الوقت بيسمح لكم تتابعوا معنا هالحلقه المميزه من ام تي في لايف. بنبديها هلا مع اخبار اخترنا لكم اياها من لبنان وحول العالم. اول خبر من الساحه المحليه وعن وضع الاقتصادي اللي كلنا عم نعاني منه هالمره بيعطينا رايه محمد الشقير. رقم صادم عن المؤسسات بلبنان، وجه رئيس الهيئات الاقتصاديه محمد الشقير صرخه لمعطلي تشكيل الحكومه بلبنان وتساءل هل تعلمون اين اصبح اقتصاد لبنان؟ واعتبر شقير بحديث للام تي في انه حصل اتفاق لحل عدد من الملفات الاقتصاديه ومؤتمر صدر سببه ثقه العالم برئيس الحكومه المكلف سعد الحريري. وتابع عجز الكهرباء وخدمه الدين العام وكلفه موظفي الدوله ثلاث ملفات تثير ارقام المخاوف بموازنه 2018. وتابع الجميع خايف على الوضع والارقام رح تفرض على الجميع التحرك فعليا، وعنا اكثر من طرح لناخده حتى يكون في قرار انقاذي لهالوضع بالبلد، واذا بقينا على هالحاله خلينا نحضر ورقه نعوي حسب رايه على ما تبقى من اقتصاد لبنان، لانه كمان الهيئه رح نوضعه. وكشف انه 2200 مؤسسه على الاقل اقفلت ابوابها بلبنان من مطلع السنه لحد اليوم.
وقال شقير بنتمنى تسريع تأليف الحكومة لانتشال البلد من الخطر، وانهيار الليرة التركية أدى لإقفال المحلات التجارية والتهرب الضريبي بلبنان بحاجة لقرار سياسي، وشدد على أنه الشعب اللبناني بكامله صار فقير بفعل تراجع الوضع الاقتصادي وأدمين على إفلاسات كثيرة إذا ما تشكلت الحكومة قبل نهاية هالسنة، ومضطرين لإعادة النظر بموضوع سلسلة الرتب والرواتب، وكمان رح نوصل أو رح نوصل للوضع اللي وقع في جيراننا. يعني هيدا تهديد خطير، ما بعرف الكل عم بيطالبوا بنفس الشيء ولكن ما عم بيصير شيء فعليا على الأرض. نظرة وابتسامة ولايك حتى من بوتين لترامب، تبادلوا الرئيسين الأمريكي والروسي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين التحية خلال مراسم إحياء ذكرى مئوية نهاية الحرب العالمية الأولى بباريس. وركزت الكاميرات الأحد خلال الاحتفالية على ترامب وبوتين لفترة قصيرة وهن عم بيسلموا على بعض بعد وصول الرئيس الروسي. وأشار بوتين لترامب بإبهامه مستحسناً بحين طبش الرئيس الأمريكي على كتف الروسي. كذلك صافح بوتين العديد من زعماء العالم اللي كانوا قاعدين بالصف الأمامي وبينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وكان ترامب أعلن أنه ما رح يصير في محادثات مع بوتين إحياء ذكرى مئوية نهاية الحرب العالمية الأولى بباريس واللي حضرها نحو 70 زعيم دولة. حلو، عم بيتسلوا على السوشيال ميديا بين بعض، ما عندهم شيء، ما عندهم مسؤولية، نيالكم. كلنا سمعنا عن الحرائق اللي اندلعت بولاية كاليفورنيا الأمريكية اللي عم بتسبب أضرار كبيرة، وهالنيران وصلت لبيوت النجوم، النجوم هربوا من بيوتهم والنيران عم بتطاردهم، نجوم عم نحكي مثل كيم كارداشيان وليدي غاغا. عدة مدن مثل مالبو وكالاباسس بولاية كاليفورنيا الأمريكية بتجذب النجوم مثل باربي سترايزاند، توم هانكس، بريتني سبيرز وغيرهم للسكن بحثا عن إطلالة على المحيط والابتعاد عن الضجيج. ولكن حريق الغابات المستمر اللي اجتاح المنطقة دفع الكثير من المشاهير لترك منازلهم، وكانت نجمة التلفزيون واقع كيم كارداشيان ونجمة البوب ميوزك ليدي غاغا من بين الألاف اللي فروا من منازلهم بسبب الحريق. وأخلت كارداشيان منزلها هي وزوجها كانيي ويست، وكتبت على تويتر الجمعة: عرفت أنه النيران وصلت لمنزلنا ولكن قدروا يسيطروا عليها وعلى النيران اللي توقفت مؤخرا الحمد لله. وصدرت يوم الجمعة تعليمات إلزامية بإخلاء مدينة مالبو اللي بيعيش فيها حوالي 12 ألف شخص بالكامل مع اندلاع الحريق أثناء الليل. أما النجمة شير اللي قالت أنها بتعيش بمدينة مالبو من عام 1972 فكتبت على تويتر أنه حريق الغابات اقترب من منزلها ولكن ما كانت موجودة فيه، وأضافت: منازل الأصدقاء احترقت، ما بتحمل فكرة أنه ما تكون موجودة مدينة مالبو اللي هي بيت الأول والأخير. وبثت ليدي غاغا تسجيل مصور على حسابها على إنستغرام بتقول فيه إن أخلت منزلها كمان يوم الجمعة خوفا من إنه النيران توصل لبيتها. شليل. أغرب عملية تهريب وأبطالها ضفادع سان ميريلا. تمكنت الشرطة الكولومبية من أحباط عملية تهريب أكثر من 216 ضفدع سامة بمطار بوغوتا بيوصل ثمن الوحدة ل 2000 دولار أمريكي. واكتشفت الشرطة الضفادع يلي بعبوات كانت مخبية داخل شنط مليانة بالتياب. ونقل موقع ABC نيوز عن مسؤولين كولومبيين أنه شحنة الضفادع كانت معدة للتهريب إلى ألمانيا وأنه عدد منها يصنف باعتباره معرض للانقراض. بعد الشرطة الكولومبية عم بتحقق بالواقعة حيث ما توصلت بعد لمعرفة مين المسؤولين عن هالشي. وغالبا ما بيقتنى أفراد من جميع الأشياء الغريبة مثل هالضفادع كنوع من التباهي أو للحصول على السم. واو، تحب الألماز؟ مين الألماز؟ أكيد بنحب الألماز. ودارج هلأ بهالكم سنة وعم نسمع عنه كتير، الألماز الملون الأصفر والزهر والأزرق واللي نادرين بيكونوا، الوردية أكثر نادراً. وهلأ في مزيد علني عم بيعرض ألماز وردية وزنها حوالي 19
خطيرات. هلا بفتكر مش هنحطها على الاصبع، بدنا نحملها بايدنا قد ما انها ثقيله. بينك ليجاسي اسمها الماسه، اكبر الماسه ورديه تطرح بمزاد على الاطلاق، وزنها بيبلغ حوالي 19 قيراط وسعرها ممكن يوصل ل 50 مليون دولار بس. هالالماسه النادره مشاهدينا رح يطرحها للبيع بجنيف الاسبوع القادم دار مزادات كريستيز اللي تاسس عام 1766. وقال رئيس دار كريستيز الدولي للمجوهرات خلال هالسنوات ال 251 اللي مرقوا ما شفنا اكثر من اربع الماسات زهريه اللون او اكثر من وزن 10 قيراط. هيدا بالفعل حجر استثنائي عم نعرضه قريبا. واضاف الالماس الملون كان منافس قوي بالمزادات بالسنوات الاخيره، عم نشوف صور لهم شو حلوه، خاصه الاحجار اللي بيزيد وزنها عن 5 قيراط، و متوقعين اهتمام كبير من جميع أنحاء العالم وخاصة من آسيا بهالحجر الاستثنائي. يذكر أنه تم بيع الماسة الوعد الوردي البالغة حوالي 15 قيراط بمدينة هونغ كونغ العام الماضي بقيمة 32 مليون دولار ونصف تقريبا، ما تنسوا النصف. اما بعام 2015 فتم بيع الماسة جوزيفين الجميلة البالغة 16 قيراط بحوالي 29 مليون دولار امريكي. فهالحجر المعروض راح يكون معروض الاسبوع القادم دوبل، يمكن ضعف هالرقم ب 50 مليون دولار امريكي بس. بنروح له؟ لا حلو، هدية حلوة. بلا وجعة القلب. رح نشوف صورتنا اليوم. صورتنا اليوم بلشت تتلج رولا، هيدي اللقطة من قرن السوداء من السودة. أعلى قمة بلبنان. حلوة، حلو. هيدي أول قشرة للتلج مثل ما بيقولوا. اليوم أول نهار لما ظهرت من بيتي بالفعل حسيت بالبرد، حسيتي ساعة وقلت يا ريت كان معي جاكيت. رح يكون في شوية شتاء خلال النهار، ف اليوم متوقعين شتاء. وحضروا حالكم لحلقة مميزة من لايف، رح نكمل فقراتنا ولكن بعد ما ناخذ هالوقفة القصيرة، خليكم معنا.